3 I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. To the top, your pit got a lock from Goose to the lock. So R.I.P. a big in Parker, that he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. With a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, feel fat. That's what it is with the women down here. All the shit, they don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know they want me, you know I want to. واتلعبت الكوره على طول نقله من محمد سالم هيبقى ليه مستقبل كبير جدا واتلعبت الكوره طويل على اساس المهاجمين بيجيبوا اهداف كثيره ما بقاش في 0-0 ولا 1-1 في الدوري المصري وهجمه لنادي المقاولين وناحيه اليمين ومحمد سالم ولسه الكوره معاه لسه الكوره معاه بيلعبها قصيره ويلعب كوره طويله خطر هو وجون هو وجون كلام الكوره وهوبا روس خص تتقطع الكرة وهجمة ويلعب الكرة طويلة سالم 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 ويلعب الكرة يا ولد يا شريف اكرام هجمة حلوة 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 من محمد سالم بقول لحضراتكم عندهم رباعي في نادي المقاولين من اخطر ما يمكن محمد سالم محمد فاروق ومحمد عادل ومحمد رزق لعيبة ممتازين جدا 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 ده محمد سالم اهو عنده 19 سنة وجايب 3 اهداف حتى الان في الدوري العام بس الملعب ناحية الشمال كرة فيها كده طبعا وتغير الاماكن رؤية المدربين ويلعب الكرة على طول امامية لم الكرة سالم لعيب كويس جدا جدا في نادي المقاولين محمد فاروق وسالم زي ما قلت لكم تاني وماشي لقدام اهو زهران وعايز يلحق الكرة قبل ما تطلع بره لسه ما طلعتش بره ومحمد سالم لكن بيسبقه على طول وبيرجعها مين وتترد الكرة الله على التفويته يا ولد ايه اللعيبه الحلوه دي؟ ايه اللعيبه الحلوه في الفرقتين؟ وفاول على احمد فتحي. كرة وكان سالم هو في الكوره دي بقول لحضراتكم اللعيبه المميزين جدا محمد سالم رقم 33 راس الحربه لنادي المقاولين لكن كان راجع لورا هو عشان برده من نص الملعب يبتدي الهجمه يلعبها لباسم علي الظهير الايمن المتحرك ويلعب كره اماميه محمد سالم محمد سالم اوبا بره 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 بينقلوا الهجمه سريعه جدا لعيبه نادي المقاولين كل ما تبقى مهارتك انا بركز على المهاره دي كتير قوي يا جماعه في وسط الزحمه الجديده والمساحات وكره على طول يلعبها سالم سالم وفي حراسه وائل وماشي سالم بص هو بيعمل الحته دي حلوه قوي المهاره بتاعته جاب جون من اسبوعين كده رقص ورايح باليمين والشمال وشطه وجاب جون جميل جدا 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 صاحب مهاره برده ولعيب مميز جدا محمد سالم لعيب مميز جدا رقم 21 الظهير الايمن لنادي المقاولين وهجمه لمحمد سالم بيمشي بالكوره هايل محمد سالم وزقه واضحه جدا من سيد معوض ما ترفعش ايدك هتعيد الحكايه دي اللعيب الكبير كبير تملي في كل حاجه عندنا في حراس المرمى مسعد عوض و احمد رؤوف وحسام عاشور ونشوف الهجمه دي بس الاول خطره وجوه ال 18 ضربه جزاء ضربه جزاء وانذار وطرد رايح يجيب جون رايح يجيب جون وطرد لوائل جمعه جوه ال 18 هيبقى لنا تاني اهو
وبيجيب لنا مخرجنا المتألق لمحمد سالم جوه ال 18 كارت احمر عشان كان رايح يجيب جون وضرب الجزاء لنادي المقاولين. والجمعه ومحمد سالم خارج والجمعه ومحمد سالم لسه بيتعالج. هو ده محمد سالم اللي طلع بره اللي وقع بره. واللعيب بقول لحضراتكم اللعيب المميزين جدا محمد سالم جايب 3 اهداف من هو هداف فريق نادي المقاولين ونازل مكانه محمد فضل رقم 3. عاد مره ثانيه اللي عاد الكره اتلعبت طالع على طول هنا عماد وطالع اللاعب رقم 33 محمد سالم في فريق المقاولين العرب كان هو على فكره صاحب هدف المباراه الماضيه مباراه الافتتاح امام انبي كان اللاعب محمد سالم هو صاحب هدف فريق المقاولين العرب. العرب ملعوبه في الامام في المساحه الفاضيه كده لو قدر يستلم في الكره اللي فاتت حلوه قوي استلم محمد سالم عايز يعمل ايه العرضيه ولكن ضربه ركنيه في النهايه. على طول في الامام عند محمد سالم محمد سالم بيلعبها لفاروق ممكن تعدي والله عدت كده ومرت هنا فاروق بيضغط وخدها فاروق عند الفيومي اتقطعت في تحت فرصه لفاروق علي فتحي فاضي في الشمال بيلعب لعلي ودخل فاروق جوه المنطقه وادي الكره العرضيه خطر يا سلام جوه الجول جوه الجول الهدف الثاني مشاهدينا الكرام الهدف الثاني مشاهدينا الكرام مين ده محمد سالم محمد سالم اللاعب رقم 33 بيسجل الهدف الثاني لفريق المقاولين العرب في الدقيقة كام؟ الدقيقة 21 من الشوط الأول والهدف الثاني ليه في الدوري حتى الآن قايم على طول الكابتن محمد رضوان بيتكلم مع لاعبته هنا الفكرة والهدف من بدايته على طول الزميل هشام عبد الودود أدي علي فتحي بيلعب على فاروق الشحات صد الكرة لكن لما ردت منه راحت عند محمد سالم في الدقيقة 21 محمد سالم في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الاول ادي القعده امام حضراتكم على طول الراجل توقع الخطا حاطط نفسه في الكادر مفيش كلام محمد سالم التماس يلا رجاله يلا ملعوبه لسالم الضغط على سالم وخارج الملعب مره ثانيه ورمي التماس لفريق المقاولين العرب تحركات داخل منطقه ال 18 وادي الكره العرضيه خطر وادي اللمسه وادي اللمسه Ponte a jugar. Come on. 1, 2, 3, 4. Mami got a nice like a ما بين باسم وفاروق وادي باسم هيعمل الكرة العرضية أرضية اتلعبت الكرة العرضية وضربة جزاء وضربة جزاء وضربة جزاء اللاعب محمد سالم لاعب فريق المقاولين العرب قدر يستخدم ذكائه ويحط جسمه يحط جسمه أمام المدافع وياخد ضربة جزاء لصالح فريق المقاولين العرب وهنا في إنذار كمان بيلعب لسالم سالم بياخدها في المساحة الفاضية ومعاه حميدة عبيد حميدة ناحية اليمين سالم وحميدة وادي الكرة العرضية لفريق المقاولين العرب عند رزق وفاروق لكن بيغيبوا عن فرقتهم النهاردة ادي هنا مشيت مع سالم 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 وممكن يا راجل كان ممكن هنا يجيب هدف اول لكن تطول وتروح لمحمد عبد المنصف اخترق فيها في الكرة اللي فاتت محمد سالم جايب 5 تجوال مع فرقته ببطن رجليه أمامية محمد سالم فضل فضل ممكن يعملها هنا حلوة لكن تمريرة مش مظبوطة حلوة 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 قوي قوي من محمد فاروق بيغير الملعب ناحية اليمين باسم علي عرضية عملها حلوة قوي قوي مش ممكن مش ممكن ادي هنا الاعاده مره ثانيه لكن البدايه بدايتها كانت حلوه جدا من محمد فاروق العرضيه اكتر من روعه لكن حلوه حلوه فضل بيعملها وتخبط في القائم وبترجع مره ثانيه فيها كلام فيها كلام محمد سالم كان اسامه رجب قريب للكره نجومنا بقى في الاستوديو التحليلي الزميل طارق رضوان ونجم مصر الكابتن محمد الكابتن احمد عبد الحليم ونجم ممكن كان هنا يقع لكن يقف على كورته مره ثانيه فاروق عدى واشتغل فردي وعمل عرضيه حلوه 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 لكن مكمل رزق ناحيه الشمال عدى رزق بمهاره وممكن يعمل عرضيه مره ثانيه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هدف 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 اول لمصلحه المقاولون العرب في الدقيقه الثانيه هدف للمقاولين العرب
اتعملت حلوه قوي قوي، بدايتها من محمد فاروق وتروح لمحمد رزق، اتعمل فيها مهارات حلوه قوي قوي لو اتعادت من بدايتها مع مخرج المباراه. ادي محمد عبد المنصف الراجل على قد ما يقدر قدر برضه يطلعها، لكن كانت دخلت الكره المرمى عشان يحرز المقاولين الهدف الاول وهدف التقدم في الشوط الثاني. ادي محمد رزق بمهاره وعدى وراوغ وسندها لنفسه حلو قوي وعملها ببطن رجليه الشمال حلوه حلوه، وبيحطها مين؟ محمد سالم، لكن جابها من جوه محمد عبد المنصف، وبيبقى هدف اول لمصلحه المقاولين العرب. محمد سالم، والله محمد سالم يلمس الراجل اهو حاطط بدماغه هنا الاعاده قدامنا، جابها من جوه محمد عبد المنصف عشان يبقى هدف التقدم لمصلحه فريق المقاولون العرب. جميل. اسامه ابو طالب وصلاح بدران في الاذاعه هم اللي بينقلوا المباراه خلال الوصف التفصيلي. محمد سالم جوه ال 18 عرضيه يلمس اسامه رجب. محمد سالم دريبلينج وعلى الارض عنده الفوتبول او كره القدم، يقدر في المواقف اللي على الارض سريع وقوي ويقدر يروح للمرمى. هنشوف ونتابع فكر محمد رضوان. قاطره بشريه محمد سالم ده، حاجه جميله جدا، اتحرك بعرض طول الملعب بشكل مميز. محمد سالم الذئب الثاني اللي بيدفع بيه محمد رضوان، لعيب خطير يا جماعه. اول كوره يعني التواجد فيه خطوره وده شيء جميل. علي فتحي نادي المقاولين بيحاول من خلال الزي الايسر، حطها في مساحه جميله جدا والعرضيه وخطيره، ممكن خطيره وممكن مش ممكن يا راجل، هتجيلك بعد كده، مش هتجيلك يا محمد يا سالم، ده حاططها لك ومقشرها لك محمد رزق وقال لك خلص وقال لك يعني رجعنا للقاء. بص شوف هنا العرضيه، مواجهه وسهله جدا 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 للمرمى، اسهل كوره لذئاب الجبل في الشوط الثاني، ده يمكن اسهل كوره في هذا اللقاء. يلعبها في الناحيه العكسيه، هتعدي هنا تصل عند اللاعب اسلام، خطيره وعرضيه يا ولد ويا الله على الكوره. يا سلام يا محمد يا سالم، هو محمد سالم الراجل ده ما يبداش ازاي اللقاء، لكن شوف البلايند سايد محطوطه في الجانب العكسي وان الاسلام، والله اسلام لعيب كويس، اسلام عاملها حلوه قوي قوي اسلام مسعود، وكان معاها بمتابعه راسيه من محمد سالم المهاجم الخطير جدا، حاططها مكانها الشبكه. ادي اهي اتنقلت كونتر اتاك، ادي اتلعبت جميله قوي لمحمد سالم، عدى ما فيهاش اوف سايد بتغطي هناك، مر وعدى حاطط ايده معاها علي فرج فعلا في الكره اللي فاتت، رجع الدور ده بقى فاول، الدور ده فاول. محمد خلف بيعملها مباشره جوه ال 18، خطيره جدا واولى اهداف اللقاء. هدف لنادي المقاولون العرب، هدف بدري جدا احرزه اللاعب محمد سالم، دربكه وتعدت على طول التمريره اللي اتلعبت بالعرض من ايهاب محروس، وصلت سهله لمحمد سالم بيحرز هدف اللقاء، واحنا بنلعب في الدقيقه الثالثه، يبقى 1-0 لنادي المقاولون العرب. مفيش شك ان نادي المقاولون، ادي الاعاده عدت من الناس كلها ومحمد سالم الراجل واقف لوحده، الاعاده مره واثنين وثلاثه، ادي العرضيه بتفوت من الناس كلها. طبعا هاني سليمان كان المفروض يطلع في الكرات دي، الكرات الاماميه الطوليه لكن هتبقى فيها صعوبه شويه، ادي مرتده عند محمد سالم، انفراد سالم وقع على الارض، محمد سالم ما فيهاش اي حاجه خالص، اتكعبل الراجل، اعمل العرضيه وادي الراسيه خطيره انما خارج الملعب الى ضربه المرمى. رأسية محمد سالم، ضربة مرمى، ادي العرضيات من ناحية اليمين اللي بتكون من اللاعب باسم علي او من محمد عادل، وقلنا حتى قبل ما يجيب الجونة هدف التعادل. To the top.